السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالبات الصف الرابع، أرحب بكن في استكمال دروس مادة العلوم. حبيباتي، تذكرنا كما تعودنا رؤية مدرستنا، وهي إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واعي متحضر، محافظا على أخلاقه وقيمه، ومستخدما للتكنولوجيا الحديثة. وكما تعودنا، قيمتنا لهذا الأسبوع هي عن الولاء والانتماء. إن رؤية وزارة التعليم تنص على الريادة في توفير فرص تعلم دائمة ومبتكرة وذات جودة عالية للمجتمع القطري. درس اليوم حبيبات الطالبات: ما الكائنات الحية التي تعيش في المواطن المائية؟ وفي درسنا لليوم سوف نتعلم معا أن نقارن بين أنواع المواطن المائية المختلفة من حيث الخصائص والكائنات الحية التي تعيش فيها، وأيضا سوف نقوم معا باستنتاج طريقة تكيف بعض الكائنات الحية في المواطن المائية المختلفة، فتابعنا معي. لنذكر أنفسنا بما تعلمناه في الدروس السابقة عن المواطن. إن مواطن اليابسة تشمل مجموعة من المواطن مثل الغابات المطيرة والمعتدلة، وأيضاً الأراضي العشبية، وتضم أيضاً السافانا، الصحاري، المناطق القطبية. أما بالنسبة للمواطن المائية، وهي عنوان درسنا لليوم، لنبدأ معا في تعلم المعلومات عن المواطن المائية. ابدأنا أولا بفتح الكتاب المدرسي صفحة 135، ثم قرأنا النشاط الموجود في هذه الصفحة حتى نتمكن معا من فهم درس اليوم. سنجيب معا على هذه الأسئلة: ما أنواع المواطن المائية؟ ونقارن معا بين موطني المياه العذبة والمياه البحرية، كما سنقوم معا بذكر كائنات حية تعيش في موطن المياه العذبة. هيا بنا نبدأ. بعد قراءتك للنشاط عزيزتي الطالبة، افتحي الكتاب صفحة 235 لنجيب معا على الأسئلة الموجودة في هذه الصفحة. سوف أطرح الآن عليك إجابات للأسئلة: ما أنواع المواطن المائية؟ لدينا عدد من المواطن المائية عزيزتي الطالبة، منها الموطن البحري أي البحار، والموطن موطن المياه العذبة أي الأنهار، ولدينا أيضا البرك. إذن المواطن البحرية عبارة عن تجمعات للمياه المالحة مثل البحار والمحيطات، أما المياه العذبة فهو عبارة عن تجمع للمياه العذبة مثل الأنهار والجداول والبرك والمحيطات الأنهار والجداول والبرك. لنذكر الآن معاً كائنات حية تعيش في موطن المياه. لدينا الضفدع، البط، السلمون، نبات الحوزان. والآن افتحي الكتاب المدرسي صفحة 236 حتى نقوم معا بإكمال هذا الجدول. سنحدد معا الموطن ونوعه وخصائص هذا الموطن، ونذكر أمثلة على كائنات حية متوقع أن توجد في هذا الموطن. البحار من أي المواطن هي؟ نعم، إنه موطن بحري يمتلئ بالمياه المالحة
أما المحيط فهو أيضا موطن بحري يمتلئ بالمياه المالحة، وهو أكبر من البحر. وبالنسبة للنهر فهو موطن مياه عذبة يمتلئ بالمياه العذبة، وكذلك البركة هي موطن للمياه العذبة. لنعد معا خصائص كل موطن. إن البحار كما قلنا مياهها مالحة وشديدة البرودة، أما المحيط فهو مياه أيضا مالحة، ولكن كما ذكرت لك مساحته أكبر من البحر. ولكن النهر عزيزتي الطالبة مياهه عذباء غير مالحة، وكذلك البركة هي مياه غير مالحة تجمعت من مياه الأمطار. توجد الدلافين والمرجان في البحار، أما الحيتان وأسماك القرش فموطنها المحيط. أما سمك القناضس والحوزان المائي فموطنهم النهر، في حين أن الضفدع ونبات البردي موطنهم البركة. لنلاحظ الصور ونضع أسفل كل صورة رقم الموطن الذي يعيش فيه هذا الكائن. إذا كان الكائن يعيش فيه البحر فلنضع تحته رقم 1، وإذا كان يعيش في النهر فلنضع لديه رقم 2، أما إذا كان الكائن موطنه البركة فلنضع عنده الرقم 3. سنبدأ معا بوضع الأرقام. نعم، يعيش القنديل في البحر، وفرس النهر يعيش في البحر أيضا، والقناضس تعيش في النهر. أحسنت، وهذه الحشرات تعيش في البركة، والأعشاب أيضا تعيش في البركة، أما السمك فيعيش في النهر، سمك البلطي. والآن سنقوم معا بوصف خصائص كل موطن من هذه المواطن، لنكتب حقيقة واحدة عن كل موطن. البحار مياهها مالحة، الأنهار مياهها عذبة جارية، البرك أيضا مياهها عذبة. وصلنا معا إلى التقويم البنائي حتى نقوم بغلق الهدف الأول. والآن لنختار الإجابة الصحيحة للسؤالين 1 و2 الموجودان في صفحة 242. السؤال الأول: أي من هذه الكائنات الحية تعيش في موطن المياه العذبة؟ نعم، أحسنت، إنها الضفدع. لننتقل إلى السؤال الثاني: أي من هذه النباتات سأجدها فقط في موطن بحري؟ أحسنت، إنها الأعشاب البحرية. والآن لنفتح معنا الكتاب المدرسي صفحة 238 ولنقرأ النشاط رقم 3 لنجيب على هذين السؤالين: ما خصائص الحيوانات المائية؟ وماذا لو وضع الضفدع بيضه على اليابسة؟ مع العلم أن الضفدع يعيش في المياه أحياناً ويعيش على اليابسة أحياناً أخرى، فهو يطلق عليه من البر مائيات، أي الحيوانات التي تعيش تارة على اليابسة وتارة أخرى على الماء. والآن كيف تتكيف الحيوانات للعيش في المواطن المائية؟ لابد من أن الحيوانات التي تعيش في المواطن المائية تمتلك بعضا من الخصائص
التي تمكنها من العيش في تلك المناطق. سوف نعرفها الآن. بعدما بحثنا وبعد قراءتنا للنشاط، تبين لنا أن خصائص الكائنات الحيوانات المائية هي كالآتي: إنها لابد أن تعيش في أسراب، كما أنها تقوم بالتكاثر عن طريق وضع البيض، وهي تتنفس عن طريق الخياشيم، كما أنها تتحرك بالزعانف. وعندما بحثنا عن الضفدع، وجدنا أن الضفدع يعيش جزءاً من حياته في الماء، وجزءاً آخر على اليابسة، كما أنه يتكاثر بوضع البيض، وجسمه أملس رطب، فهو من البرمائيات. وإذا وضع الضفدع بيضه على اليابسة، فاعلمي عزيزتي الطالبة أنه سيموت، لأنه يخرج من البيضة أبو زنيبة، وهو لديه خياشيم، ولذلك يستطيع التنفس فقط داخل الماء، أي لا يستطيع التنفس على اليابسة، فيجب وضع بيض الضفدع داخل الماء. لنلخص معا خصائص الحيوانات المائية: إنها تمتلك خصائص تمكنها من البقاء على قيد الحياة، فهي لديها طرق للعثور على طعامها وتجنب الصيد والتكاثر. الآن عزيزتي الطالبة، فكري معي قليلا حتى نستطيع ملء هذا الجدول. لدينا اسم للكائن، ونقوم بملء الجدول بالخصائص المميزة للكائن. إن الأسماك تمتاز بأنها تتنفس بالخياشيم، وتتكاثر بوضع البيض، وتعيش في أسراب حتى تتجنب عملية الاصطياد، ولا تقع فريسة، في حين أن الضفادع تتميز بأنها تتنفس بالخياشيم في أول حياتها، وعندما تنتقل إلى اليابسة يتطور لديها الرئتان، وهي تتكاثر بوضع البيض. ونلاحظ من جسمها أن لها أرجل طويلة حتى تستطيع القفز بكل سهولة. والآن لدينا بعض من النباتات المائية التي تعيش في الماء أو تعيش بالقرب من الماء. إذن هناك بعض النباتات تعيش في الموطن المائي، فما الخصائص التي تميزها لكي تستطيع العيش في تلك المناطق؟ سوف أتلو عليك الآن خصائص النباتات المائية التي تظهر أمامنا في هذه الصورة، وهي اللوتس، القصب، الأعشاب البحرية. تابعي معي. يمتلك كل من تلك النباتات الخصائص المميزة والتي تمكنه من العيش في البيئة المائية. أولاً، اللوتس لديه أوراق شمعية لامعة عريضة لكي يتمكن من الطفو على الماء. أما قصب السكر المائي فسيقانه طويلة ورقيقة. بالنسبة للأعشاب البحرية فلديها جيوب هوائية أو ما يسمى بالأكياس الهوائية في السيقان والأوراق حتى تتمكن من العيش في الماء. وصلنا إلى التقويم البنائي للهدف. افتحنا الكتاب صفحة 242 حتى نقرأ هذا السؤال ونجيب عليه. دعينا نتخيل أنه طلب منا كتابة تقرير عن كيفية تمتع الحيوانات البحرية
بخصائص مميزة تساعدها على البقاء في بيئتها. لنقترح معاً خاصيتين تمتلكهما الحيوانات البحرية نتيجة تكيفها مع بيئتها المحيطة. ابحثن معي وفكرن قليلاً حتى نستطيع الإجابة. نعم أحسنتن، لابد أنها تتنفس عن طريق الخياشيم، كما أنها لتتمكن من السباحة لابد أنها تمتلك زعانف. لنقم معا بحل التقويم الختامي لدرس اليوم. لنوضح أوجه الشبه والاختلاف بين موطني المياه المالحة والمياه العذبة. ارسمي معي شكل فن وأكمليه معي. كل من المياه المالحة والمياه العذبة مواطن مائية، وهي الصفة المشتركة بينهما. أما المياه المالحة فطبعا تمتاز بأن مياهها مالحة، أي بها نسبة من الأملاح، في حين أن المياه العذبة مياهها غير مالحة، أي قليلة الأملاح. المياه المالحة هي موطن للدلافين، أما المياه العذبة فهي موطن للضفادع. المياه المالحة تعيش فيها الشعب المرجانية، أما المياه العذبة فيعيش فيها الحوذان المائي. هيا بنا نجيب على السؤال السادس لنشرح كيف تتكيف كل من هذه النباتات ألف وباء مع موطنها. النبات ألف يمتلك كما تلاحظين في الصورة صيقانا طويلة وكذلك رفيعة. أما النبات باء فلديه كما تلاحظين أوراق لامعة وشمعية وعريضة. عزيزتي الطالبة، لقد وصلنا معا إلى ختام درس اليوم. لك مني خالص الشكر والتقدير. أتمنى منك مراجعة الدرس جيدا وإكمال الكتاب المدرسي. وفقك الله.